محافظ صلاح الدين يتابع حالة التأهب في السيطرات الجنوبية ويمنع عبور المشاة على جسري السندية والزوية لمحاصرة كورونا. محافظ صلاح الدين يضع حجر الأساس لمستشفى سامراء لمصابي كورونا ويحمل قائمة مقامية الأقضية مسؤولية مباشرة في تطبيق حظر التجوال. ارتياح شعبي واسع لقرارات خلية الأزمة في تأمين صلاح الدين ضد كورونا ودعوة لمزيد من التعاون مع القوات الأمنية. ومواطنون يشيدون بالمبادرات الإنسانية التي تنفذها لجنة الدعم اللوجستي للدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن في صلاح الدين.